أصل الظاهرة الدينية The origin of religious phenomena. في العقود الأخيرة تحدي آخر للفكرة الدينية ظهر من العلم في مجال علم النفس التطوري Evolutionary Psychology اللي مجال دراسته بيركز على محاولة فهم الطريقة اللي أثرت بيها قوى التطور Evolution في الماضي على تشكيل إدراك وعي وتصرفات البشر في الوقت الحاضر. علم النفس التطوري للدين Evolutionary Psychology of Religion فرع من فروع علم النفس التطوري بيركز بشكل أساسي على دراسة ظاهرة المعتقد الديني باستخدام مبادئ علم النفس التطوري. كأي عضو من الأعضاء البشرية، التركيب الوظيفي للمخ بيعتقد أن له جذور جينية Genetic Roots، وبالتالي بيقع تحت تأثير الانتقاء الطبيعي Natural Selection والتطور البشري Evolution. علماء النفس التطوري بيحاولوا يفهموا عمليات الإدراك cognitive processes بالتحديد ظاهرة الدين كعملية إدراكية في هذه الحالة عن طريق فهم وظيفة النجاة survival والتكاثر reproduction اللي بيمثلوا هدف العملية التطورية. من السهل رؤية تفسير تطوري لظاهرة ما إذ أمكن تفسير إزاي الظاهرة دي قد تكون قادة لميزة تكيفية معينة adaptive advantage مع البيئة المحيطة بالكائن، وبالتالي أدت إلى بقائه أو نجاته ونجاحه في إعادة إنتاج نوعه. في اتفاق عام بين العلماء على أن الميل عند البشر للنحو تجاه السلوك الديني تطور مع تاريخ الإنسان الأول، لكن في اختلاف حول الكيفيات اللي قادت إلى تطور العقل الديني عند البشر. بشكل عام في مدرستين فكريتين، الأولى أن الدين نفسه تطور نتيجة عملية الانتقاء الطبيعي والتكيف، في الحالة دي الدين أدى إلى ميزة تكيفية تطورية للكائنات. أما المدرسة الثانية إن المعتقدات والسلوك الديني ظهر كنتيجة جانبية by product لصفات تكيفية أخرى دون أن يتم اختياره كميزة تطورية مستقلة لفوائد معينة بيقدمها. بشكل عام أنصار المدرسة دي بيجادلوا إن السلوك الديني عادة ما بيشتمل على تكلفة عالية سواء من الناحية الاقتصادية زي أفكار الامتناع عن الزواج اللي انتشرت في كتير من الأديان الأولى أو التقاليد الدينية الخطرة اللي في كثير من الأحيان تم فيها التضحية ببعض البشر، أو حتى بإنفاق كثير من الوقت في عبادات من الأفضل توجيه الوقت ده لجمع الغذاء والنجاة. كل الأفكار دي بتقود لأن عملية الانتقاء الطبيعي من المنطقي إنها تكون ضد اختيار الظاهرة الدينية كسمة يتم توارثها عبر الأجيال لأنها بتقلل من فرص النجاة والتكاثر، وبالتالي بتصبح فكرة الظاهرة الدينية كنتيجة جانبية لتطور سمات أخرى أكثر قبولا. لكن علماء النفس التطوري حاولوا أولا دراسة أقرب الكائنات الحية للبشر من الناحية الجينية لفهم الظاهرة الدينية، الشمبانزي common chimpanzee والبنوبو بنوبو أقرب الرئيسيات primates الحية من الناحية الجينية للبشر، وبتشترك مع البشر اللي عاشت من 6 إلى 8 مليون سنة في سلف مشترك. عالمة الحفريات الأمريكية المعاصرة باربرا كينج في كتابها الممتع تطور الله رؤية ثورية في أصل الدين Evolving God A Provocative View on the Origins of Religion اللي نشرته سنة 2007 جدلت إن في حين إن الرئيسيات الغير بشرية زي الشمبانزي غير متدينة إلا إنها بتظهر سمات ضرورية تطور ظاهرة الدين زي الذكاء المتطور، قدرة على التواصل الرمزي، إحساس عام بالأعراف الاجتماعية للقطيع، إدراك للذات، وفكرة استمرارية الهوية. ده بالإضافة لوجود عدد من الأدلة غير حاسمة على أن إنسان نياندرتال هومو نياندرسيلنسز على الأرجح قام بدفن موتاه اللي بيعد دليل على نوع من التقاليد الاجتماعية الدينية واللي قد يعتبر أحد أول صور الظاهرة الدينية في المجتمعات البشرية الأولى المعروفة لنا إن صحت الفرضية. ده بالإضافة لعدة صور أخرى في شجرة الكائنات الحية، على سبيل المثال للحصر الأفيال بتظهر تقاليد محددة حول موتها بتشتمل على فترات طويلة من الصمت والحزن في لحظة الموت والرجوع لموقع الموت والربط على الجثة برفق. على أي حال العلماء بيعتقدوا أن في أربع مراحل أساسية في تطور الإنسان أدت لظهور الظاهرة دي. المرحلة الأولى تضخم حجم المخ. العلماء بيعتقدوا أن الزيادات الكبيرة في حجم المخ البشري أدت إلى القدرة على تطوير وصياغة الأفكار الفلسفية والدينية. خلال التطور البشري المخ تضاعف في الحجم ثلاث مرات
معظم التمدد في المخ حدث في منطقة القشرة الحديثة نيوكورتاكس اللي بتعد مسؤولة عن الحسابات والعمليات العصبية Neuronal Computations اللي بتؤسس للظواهر المعقدة زي الإدراك Perception التفكير Thought اللغة Language الانتباه Attention الذاكرة العرضية والحركة الطوعية Episodic Memory and Voluntarily Movement. وطبقا لنظرية دانبر دانبرز ثيري حجم النيوكورتاكس لأي كائن يتناسب مع مستوى التعقيد والتطور الاجتماعي للكائن أو بصورة أكثر تحديدا بيتناسب مع عدد من المتغيرات الاجتماعية زي حجم الجماعة أو القطيع ودرجة تعقيد السلوك التزاوجي mating behaviors. في الشمبانزي النيوكورتاكس بيحتل 50% من حجم المخ، أما في الإنسان المعاصر بيحتل حوالي 80% من حجم المخ. عالم النفس التطوري الإنجليزي روبن دانبار جادل في ورقة بحثية شهيرة نشرها سنة 2003 بعنوان المخ الاجتماعي The Social Brain إن الحدث الجوهري لتطور النيوكورتاكس تم من حوالي 500 ألف سنة في عملية انتواع Speciation الإنسان البدائي Archaic Homo Sapiens. وجادل في دراسته اللي استخدم فيها تحليل انحداري Regression Analysis أظهر فيه مراحل تطور النيوكورتاكس مقارنة بالسلوكيات الاجتماعية للجماعات البشرية المختلفة عبر العصور، إن حدث تطور النيوكورتاكس كان أساسي وجوهري لأن حجمه كان كافي للقيام بعمليات اجتماعية معقدة بالتحديد ظاهرة اللغة والدين. 2. المرحلة الثانية استخدام الأدوات. عالم الأحياء الإنجليزي لويس والبرت جادل في كتابه الشيق 6 أشياء مستحيلة قبل الإفطار الأصول التطورية للاعتقاد 6 impossible things before breakfast the evolutionary origins of belief اللي نشره سنة 2006 إن استخدام الأدوات وصناعتها لعب دور محوري في تطور ظاهرة الدين عند البشر. صناعة الأدوات بيتطلب تكوين صورة ذهنية معقدة للشيء اللي من الصعب تكوينها قبل صناعة الشيء أو الأداة، ده بالإضافة لضرورة استيعاب كيف ستستخدم الأداة قبل صناعتها اللي بيتطلب إدراك لمفهوم السببية causality، وبالتالي كان مؤشر قوي لتطور المعتقدات السببية. وجادل والبرت إن الأدوات البدائية زي الفاس البلطة تطلبت مفهوم أولي لفكرة السبب تأثير cause and effect. 3. المرحلة الثالثة تطور اللغة. عالم اللغة والإدراك الأمريكي فيليب ليبرمان جادل في كتابه المهم الإنسان الفريد Uniquely Human اللي نشره سنة 1991 إن بكل تأكيد الظاهرة الدينية من الناحية الفكرية والأخلاقية بتستقر على قاعدة إدراكية لغوية Cognitive Linguistic Base. وجادل إن ككل السلوكيات البشرية المشتركة بين المجتمعات البشرية المختلفة ظاهرة الدين لابد إن جذورها بترجع للسلف الإنساني المشترك قبل رحيله عن قارة أفريقيا منذ أكثر من 50,000 سنة. بالرغم من أن التقاليد الدينية خصوصا الأولية منها عادة ما بتعتمد على الموسيقى والرقص إلا أنها أيضا لغوية، بما أن الحقائق المقدسة لابد من التعبير عنها، وبما أن على الأرجح اللغة تم تطورها عن المجتمعات البشرية قبيل خروجها من أفريقيا وانتشارها في الأرض، بيعتقد أن ظاهرة الدين تطورت في نفس الوقت أو بعد ذلك بقليل. بعدها أصبح الإنسان قادر على استخدام اللغة للتعبير عن الأفكار والسلوكيات الدينية. المرحلة الرابعة والأخيرة تطور المجتمعات البشرية. عالم الأحياء والبرية الهولندي المعاصر فرانس دي وول اقترح في العديد من كتبه اللي أشهرها الرئيسيات والفلسفة كيف تطورت الأخلاق Primates and Philosophers How Morality Evolved اللي نشره سنة 2006 إن الأخلاق عند البشر تطورت نتيجة المجتمعات الأولى عند الكائنات الرئيسية، في حين إن إدراك الأخلاق morality awareness قد تكون سمة حصرية فقط على البشر، إلا إن العديد من الحيوانات الاجتماعية social animals زي الرئيسيات primate باختلاف أنواعها الدولفين والحيتان معروف علميا بأنها أظهرت مشاعر وتصرفات أخلاقية بدائية زي التكاتف والتعاون من أجل هدف مشترك التعاطف، التبادلية المباشرة والغير مباشرة، الإيثار، حل النزاعات، إدراك فكرة المسؤولية تجاه القطيع. ومن هنا ديوال جادل إن الحيوانات الاجتماعية كان لابد إنها تتطور سلوكيا من أجل التكيف مع الحياة داخل جماعة. التطور ده كان فيه نوع من الكبح أو الحرمان سترين السلوكي للتصرفات الفردية لتعظيم الفائدة الجماعية وتقليل السلوك الأناني للفرد.
لأن بالنسبة لأي كائن اجتماعي فوائد الانضمام للجماعة إيثارية تخطى فوائد السلوك الفردي. على سبيل المثال، نقص التعاون والتناغم بين أفراد القطيع قد يضع الفرد في حالة ضعف تجاه المخاطر الخارجية، أو الانضمام للجماعة قد يعظم من فرصة الفرد في تحصيل الغذاء إلى آخره. وكجزء من أي مجتمع لابد من وجود تسلسل هرمي فيه الأفراد بيكون لهم درجات اجتماعية مختلفة طبقا لقواعد الجماعة. الأفراد المسيطرين داخل الجماعة بيفرضوا النظام من خلال العقاب، لكن في الرئيسيات العليا higher order primates بيوجد إحساس بفكرة العدالة.